تطوير البني ادمين ولا تطوير الحجر. هما بيشتغلوا على تطوير الحجر مش تطوير الانسان. الدليل على ده ان كل المشاريع اللي بتتعمل بالاخر بتصب لصالح مجموعه او مجموعه قليله جدا من المستثمرين، انما الناس العاديه اللي هما سكان المناطق اللي زينا وزيكم والناس اللي شرفونا قاعدين النهارده دول في الغالب بيتشردوا. احنا بدأنا بخطوه اساسيه مع مجموعه من عزبه النخل وهرم سيتي والنهضه باننا قدمنا بلاغ للنائب العام حوالين فساد سياسات الاسكان في محافظه القاهره، وده يعتبر اول بلاغ من نوعه بيتضمن فيه سكان ثلاث مناطق عشوائيه مع بعض تجاه جهه اداريه واحده بيندد بفسادها وبخطوره السياسات بتاعتها عليهم وعلى غيرهم من سكان المناطق العشوائيه. اخر اكتشفنا ان الشرطه كلام الغاز وسائل الدموع واطفال نايمه الساعه 7 الصبح، وبعد كده جابوا اللودر شالوا الحاجه بتاعتنا كلها، احنا نايمين في الشارع مش عارفين احنا مسيرنا ايه. وما كفاهمش ان هم غربونا وعايزين يريحونا، دول قعدونا في مساحه لو موظف الكلمه قد الحمام، الحمام اللي البني ادم بيخش يرتاح فيه اوسع من السكن اللي احنا قاعدين فيه. الموضوع يا جماعه مش موضوع ازالات، الموضوع وللاسف جاء بطريقه بلطجه. في يوم من الايام فوجئنا واحنا قاعدين في بيوتنا امنين، الشرطه التي من مهامها انها توفر للمواطن امنه وامانته تهدم عليه امنه وامانته. جم هدوا علينا العشش واحنا نايمين وقعدوا يقولوا لنا اخرجوا بره نديكوا حقكم، بعد كده بنطلب بحقنا، مسك الورق اللي في ايدينا اللي يثبت اللي احنا معانا حقوق وقطعوه. هدموا على هدومنا وهدموا على عفشنا، مفيش حاجه دلوقتي معانا. احنا لو ادونا حتى لو اوضه هتلمنا بدل ما نايمين في الشارع، احنا دلوقتي مرمين في الرصيف. انزل صور الساعه 3، اخواتنا المسيحيين بينزلوا لنا اكل بينزلوا لنا حاجات ويقولوا لنا ما تخافوش احنا جنبكم. فين نعم للدستور؟ فين حقنا في الدستور؟ فين؟ الدستور قال نعم عشان يجيلنا حقنا، مفيش حق. كانت الحكومة طلعتنا بفترة بقوة، يعني ده طلعتنا بضرب وإهانة وشتيمة وقلة أدب، والناس دي كلها غلابة ولا ليها في المشاكل ولا ليها إن هي تتخانق مع الحكومة ولا الكلام ده، وعاملين يبعتونا من رئيس الحي اللهم صل على النبي للمحافظ، عاملين يبعتونا والمحافظ يبعتنا رئيس الحي ولا عارفين حقنا فين، احنا عاوزين نعرف